فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في قوله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. نعم. هل يؤخذ منه جواز ما يسمى بمسابقات مزاين الإبل حيث إنها من الخف؟ لا لا، ما يجوز هذا، هذا من القمار، هذا من القمار الذي لا يجوز، وهي مبالغ طائلة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.